يقتل المسلمون الروهينجيا في ميانمار منذ عشرات السنوات، لكن ما حدث في أكتوبر 2016 كان حدثاً استثنائياً. مراكز أمنية في مدينة مونغدو بولاية أراكان تتعرض لهجوم من مجهولين، فتصب السلطات جام غضبها على المدنيين الروهينجيا. بدأت السلطات عمليات إبادة واسعة شملت النساء والأطفال وكبار السن فضلاً عن الرجال. أحرق أفراد الأمن القرى والمنازل ومساحات شاسعة في مناطق المسلمين. حاصروا أكثر من 50 قرية وهدموا أكثر من 100 مدرسة إسلامية وأكثر من 140 مسجدا، واعتقلوا أكثر من 2030 من الروهينجيا، وبلغ عدد المغتصبات أكثر من 2200 امرأة، وقتلوا أكثر من 850 شخصا. هذا غير مئات من المفقودين، وأكثر من 87 ألف شخص فر إلى بنغلاديش هاربا من هذه العمليات. استخدمت السلطات في هذه العملية العسكرية المروحيات والرشاشات والقناصين، واستخدمت الهجوم على مراكزها ذريعة لإبادة الروهينجيا من المدنيين الأبرياء. اليوم العاشر من يونيو ذكرى مأساتهم التي تجددت في عام 2012، فمتى يتوقف هذا النزيف؟